من بعد الفيديو السابق اللي كان كيهضر على السجل الاجتماعي الموحد، كانوا بزاف ديال الأسئلة اللي كيعاودهم كل واحد بوحدو. في هذا الفيديو غادي نجمعوا كاع هذوك الأسئلة وغادي نحطوهم هكا في فيديو، وديك الساعة أي واحد لقى الجواب على السؤال اللي في راسو راه مرحبا. كان شي سؤال جديد خلوه لينا في التعليقات ديالكم كيف العادة. السؤال الاول، بزاف ديال الناس من بزاف ديال المدن في المغرب كيسولوا على امتى غادي يبدا في المدينه ديالنا، راه كندخلوا للسيت ما كنلقاوش المدينه ديالنا، امتى خصنا نعرفوا كلنا بلي هذا الشيء دابا اللي وقع راه مازال في مرحله تجريبيه، وجوج ديال الجهات حاليا هما اللي كاينين في السيت، جهه الرباط القنيطره وجهه تطوان طنجه تطوان الحسيمه. ان شاء الله افيغ يا ميزوغ، يعني هادشي في مرحله تجريبيه، ورا تقدروا كاع تدخلوا للسيت وبعض الخطرات ما تلقاوش خدام كاع، شوفوا العدد ديال الناس راه كلشي باغي يدخل في وقت واحد، وهادشي راه مازال في مرحله تجريبيه، يعني غير باش نعرفوا هادشي راه كيتطور شويه بشويه، غادي خصنا واحد شي شويه ديال الصبر، وكونوا على يقين انه هادشي غادي يعم المغرب كامل، غير غادي خصنا شي شويه ديال الصبر. ما فيها باس الواحد مره مره يبقى يدخل يطلع على السيت ماشي مشكل، مي الدوله راه ما دايرهاش واحد البروغرام مثلا تقول لك راه غنطلق هاد الجهه في الشهر الفلاني وديك الجهه في الشهر الفلاني والعلاني وكذا، مساله ديال الوقت، كل حاجه كتاخذ وقتها. السؤال الثاني هو اللي كيخص البطاقه الوطنيه او لاكارت ناسيونال. لاكارت ناسيونال شحال من واحد كيصيفط كيقول لي انا لاكارت ديالي مثاليه، انا هذه مثاليه. شوف كارت مثاليه ما عندهاش حتى شي قيمه، راه تاريخ الصلاحيه ديالها، يعني شوف انت شي حاجه بيريميرا مابقاتش. الا كانت وافيه ليك لاكارت سير اخويا بطر بها وصايب لاكارت ناسيونال ديالك جديده باش تقضي غرض، سينو راه ما خداماش ليك هذيك لاكارت اللي عندك دروك حاليا. مساله اخرى ديال الناس اللي كيهضروا على الراميد لا سي ان اس اس، هذا فالراميد كيبقى واحد النظام ديال الدعم بوحدو اللي ما عندوش حتى شي علاقه بهذا الشيء. هذا لا سي ان اس اس راه كتبقى تغطيه صحيه، وكاينين الناس فعلا اللي غير مقيدين فيها غير هكا ما خدامين بها حتى شي حاجه، خارجين من الخدمه ولا لحد الساعه مازال ما كاينش شي معطيات اللي 100% يقول لك لا راه ما خصكش تكون هنا ولا هنا، التفاصيل مازال ما كايناش. ولكن بالنسبه للراميد فكونوا على يقين انه ما عندوش حتى شي علاقه بهذا الشيء، هذا فقط هذا الشيء اللي كاين. السؤال الثالث هو اللي يقض مضجع واحد العدد ديال الناس او مبرزه الناس هكا بالدارجه ديالتنا، اللي هو امتى اخر اجل باش نتسجلوا. صراحه مازال ما كاينش اخر اجل باش نتسجلوا، حيت هذا المشروع هذا يلاه في البدايات ديالو، وكيف ما كتعرفوا راه غادي يبدا يتطلق شويه بشويه، وضروري ما كيكونوا مشاكل قد هادي صوب هادي مشكل في السيت مشكل في هادي، يعني هادشي ان شاء الله مازال، حيت هاد الورش ماشي شي ورش اللي هو صغير، هذا راه شونتي قد وقداش وضروري خصو شي شويه ديال الوقت، وكونوا على يقين انه كاين الوقت الكافي باش يتسجل كلشي. السؤال الرابع، شكون هما الناس اولا شكون هما الاشخاص المعنيين اللي خصهم يتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد؟ هنا بالنسبه للاسر اللي كتشوف بلي اختارت انها تسجل في هذا السجل هذا باش تستافد من الدعم، فكل فرد من هذه الاسره هذه كل واحد مثلا نتوما ثلاثه ولا اربعه الناس في الدار كل واحد منكم خصو يتسجل بوحدو. بالنسبه للناس اللي عندها البطاقه الوطنيه ديالها طبيعه الحال راه غادي تسجل سون بروبليم، ولكن بالنسبه للناس اللي قاصرين ومازال ما عندهمش لاكارت ناسيونال فرب الاسره كيمشي للمقاطعه وكيعطيو واحد الرمز اخر اللي كيعاود يدخلو في ذاك الاستماره، وديك الساعات كيسجل معاه الابناء الاخرين اللي هما قاصرين، يعني كل واحد من اعضاء الاسره خصو يكون مسجل بوحدو. السؤال الخامس هو شكون ممكن يستافد من الدعم. هنا كي قلنا من حقك انك تسجل، ما كاينش اللي غادي يردك، كلنا من حقنا نمشيو نسجلوا، ولكن ماشي كلنا غادي نستافدوا. علاش؟ حيت كاينين معايير اللي خصها تحترم، وهاد المعايير هادو فالدوله هي اللي غادي تحددهم منين تجمع ديك القاعده ديال البيانات. وكي قلنا راه هاد القاعده ديال البيانات كيكونوا فيها معلومات اقتصاديه اللي عندها طابع اقتصادي وطابع اجتماعي على الاسره، يعني كيبان رب العمل اللي هو خدام واللي ما خدامش، والاسره اللي ما عندهاش كاع الاب او لا توفى لهم الاب، وكيبان الرجل والمراه اللي خدامين بجوج ولا لا خدام غير الراجل بوحدو ولا الا كانت مرة بوحدها ولا ارمله او 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 او، هادشي كله كيبان في هاد المعطيات هادو. يعني بناء على هادشي هذا فكتكون الاولويه لواحد الفئه على واحد الفئه على حسب البرنامج ديال الدعم اللي هو مطرح. واخيرا تجدر الاشاره لواحد المساله، ميمكنش لك تسجل في السجل الاجتماعي الموحد الا ما كنتيش مسجل
في السجل الوطني للسكان. كنتمنى تكون واضحة هذه المسألة هذه. كان شي غموض، كان شي لبس، كان شي سؤال، مرحبا خليه لينا في التعاليق. السلام عليكم ورحمة الله.